في مبادرة تعد الأول من نوعها، اللاعب الدولي مسعود بركوس يكرم السلطات المحلية لأرزيو. تكريم اعتبره لاعب المنتخب الوطني تثمينا لمجهوداتهم في تنظيم دورة البحر الأبيض المتوسط لكرة اليد أرزيو 2018، وتشجيعا منه للمسؤولين وحثهم على إعطاء المزيد من الاهتمام للكرة الصغيرة في المنطقة التي لا زالت تعاني نقص الدعم مقارنة بالولايات الأخرى. تكريم جاء شكرا لرئيس الدائره وحتى رئيس بلديه ارزيو والمجهودات اللي عم يقوموا بها لهذه المدينه وحتى للنادي ترجي ارزيو، وان شاء الله ان شاء الله يوقفوا دائما على الرياضه بصفه عامه، كره الجزائريه كره اليد خاصه هنا في مدينه ارزيو ان شاء الله. ودي حاجه مليحه لكره اليد هنا في الغرب اللي هي شويه منسيه بارابول لي زوت ولايه، ان شاء الله بهذه يعاودي مسؤولين ان شاء الله يعطوا قيمه لهذه الرياضه هذه. السلطات المحليه لدائره ارزيو اعتبرت الدوره الدوليه الوديه من ضمن انشطتها في دعم الرياضه في المنطقه التي انجبت خيره اللاعبين شرفوا المنتخب الوطني في المحافل الدوليه. بسم الله الرحمن الرحيم، كما تعلمون هذه الايام مدينه ارزيو تعيش على احداث الرياضه خاصه رياضه كره اليد اللي شهدت دورة رياضية مصغرة خاصة بدول البحر الأبيض المتوسط، وهذا تجسيدا لتعليمات السيد الوالي اللي مشكور بهذه المناسبة اللي لقينا منه كل الدعم المادي والمعنوي للقيام بهذه الدورة اللي تشاركت فيها تقريبا ثلاث دول بالإضافة إلى ترجي أرزيو ومولودية وهران. هذه الدورة شهدت إقبال كما تلاحظون كبير بالنسبة للمواطني هذه البلدية وحتى خارج البلدية، والذين استقطبت مواطنين من جميع الأصناف وبكل الفئات الرياضية منها والثقافية. وعلى هامش هذه الدورة أقيم أيضا معرض التقاليد والتراث المحلي الخاص بمدينة أرزيو، وكان السيد الأمين العام للولاية قد افتتح هذه الدورة بالأمس نيابة عن السيد الوالي، وقد أقيمت هذه الدورة أيضا تحت الرعاية السامية للسيد الوالي، وأعطى جميع توجيهاته لإنجاح هذه الدورة، وهي الآن الحمد لله سوف تبقى هذه الدورة مستقبلا في طبعاتها المتتالية. وقد سطرنا برنامج ثري رفقة المجلس الشعبي البلدي لبلدية أرزيو على رأسهم السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي اللي مشكور بهذه المناسبة، للقيام ببعض أيضا الملتقيات وبعض الاحتفاليات المستقبلية إن شاء الله، خاصة مثلا ب برنامج خاص بالأطفال، برنامج خاص بالأدباء والشعر المحلي لهذه البلدية الطيبة، إضافة إلى إقامة بعض المعارض، وهذا من أجل امتصاص فئة الشبانية اللي هي تعتبر فئة هامة في هذه البلدية حتى نستطيع التكفل ولو بجزء بسيط من الانشغالات التي يتطلبها الشباب هذه المنطقة. بهذه المناسبة بودي أن نشكر اللاعب بركوس، ويسعني أيضا أن أشكر من خلاله عائلته وأبيه الذي قدم له كل الدعم وهو مشكور، حتى العائلة هي عائلة رياضية، ونحن نفتخر بهذا اللاعب اللي هو ابن هذه البلدية وهو عضو فعال في المنتخب الوطني. قام بتكريمنا بهذه المناسبة وهذا دليل على حسن نيته وارتباطه بهذه البلدية، ومن خلاله أيضا أحسنا بارتباطه بهذه البلدية
وأنه لا ينسى ما قدمت له هذه البلدية أيام كان في صغاره وأيام كان في الفريق المحلي لتأرزو. بهذه المناسبة بودي أيضا أن أشكر هذا اللاعب لما قدمه سواء لمدينة أرزو خاصة وللفريق الوطني عامة، وهذا فخر لنا واعتزاز لنا. ومدينة أرزو معروفة بلعبها وبمشاركتها في مختلف المحافل الدولية وبلعبها الممتازين. من جهته رئيس بلدية أرزو عبر عن سعادته بالتكريم وفخره بما يقدمه لاعب يعتبر ابن المنطقة مع المنتخب الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بهذه المناسبة بعد يعني الالتفاتة والمبادرة الطيبة التي قام بها اللاعب الدولي نتاعنا واللاعب في الفريق الوطني سي فركوس على تكريمنا كسلطات محلية على رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس الدائرة، فنعتبر هذه المبادرة يعني جد حسنة وخلت في أنفسنا يعني انطباع حسن اتجاه هذا اللاعب اللي نشكره بهذه المناسبة، وإن شاء الله وجدنا له دعوة من أجل الحضور للحفل الاختتامي إن شاء الله هو والعائلة نتاعو المشكورين كذلك، لأن حضر هو والعائلة تاعه الوالد نتاعه. والد نجم المجمع البترولي شارك ابنه التكريم واعتبره فخر العائلة الرياضية التي تضم بجانب مسعود أخوين آخرين ينشطان في نادي ترجي أرزيو. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر كاع الحضور على رأسهم السلطات المحلية الجمهور، وانا مفتخر بالبطل تاعنا ان شاء الله نتمنى له المزيد من النجاحات، وايضا لفريق ترجي أرزيو يعني، وانا صديق مفتخر بهم، وهذه قدوه لاخوهم تاعنا حق راهم على سير التاريخ ليش. لا ما شجعتهمش انا كرة اليد، يعني كي شافوا اخوهم من صغر هذيك تبعد كرة اليد هما كانوا قدوه ليه جوستوما، سي ايزون تراسي لو شمال تاع الولد هذه هي. ان شاء الله نتمنى لهم ان شاء الله اولا التوفيق في الدراسه الاولى، ومن بعد ان شاء الله المشوار تاعهم يكون ازهر في الرياضه تاع كره اليد ان شاء الله هذه هي. Yeah.